اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج روشته كير زون. حلقتنا النهارده عن تاخر الحمل وعلاجه. معنا ومعكم الدكتور عبير محمد حافظ، استشاري امراض النساء والتوليد جامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. بدايه، امتى تبدا الست تقلق وتقرر تروح لطبيب؟ بدايه برحب بيكم كلكم، وأحب أقول نقطة، أتمنى أن المعلومات اللي أنا هقولها النهاردة والنصايح اللي أنا هقدمها تكون مفيدة لكل شاب وشابة بيقدموا لسه على مرحلة الزواج، ومفيدة لكل زوج وزوجة في بداية حياتهم الزوجية اللي هي أول سنتين. دول أهم سنتين بيقلقوا فيها. بس قبل ما أبدأ إجابتي على سؤالك يا عبد الرحمن، أحب أقول نقطة مهمة جدا وأحط تحتها 10 خطوط مش 3 خطوط، اللي هي نقطة القلق. القلق ده والتوتر قبل الجواز، والقلق في بداية الجواز. احنا عارفين إن العلاقة أو الحياة الزوجية الزوج والزوجة مش اتنين بس، مش فردين، ده بيبقوا عيلتين. يعني الأسرة بتاعت الزوج وأسرة الزوجة، الأب والأم والإخوات كله أول ما بتبدأ حياتها الزوجية. طب ها استنوا الشهر الأولاني، الدورة جت ولا ما جاتش؟ ما جاتش يا طب في قلق بقى يبدأ يحصل، ما جاتش يبقى الحمد لله، لكن لو جت يحصل توتر. تاني شهر نفس الحكاية، لا الدورة جت، لا ابدأوا بقى، لا ده انتوا في مشكلة لازم تروحوا للدكتور، لازم انا عندي بنت صاحبتي خدت العلاج المعين فتحسنت، نبدأ ندي أدوية. كل ده بينقل التوتر والقلق للزوجين حتى في العلاقة الزوجية نفسها في مرحلة فترة الجماع، وده بيأثر عليهم على فكرة. التوتر ده لو هم طبيعيين جدا ممكن قوي التوتر والقلق يسبب تأخر في الإنجاب ده لوحده كده. بس نخش بقى للسؤال بتاعك يا عبد الرحمن. هنقول إن لو الزوجة طبيعية تماما والزوج طبيعي، دورتها منتظمة، ما فيش عندها أي مشاكل، والزوج ما عندوش هيستوري أو ماضي ما فيش أي مشاكل، والاثنين داخلين العلاقة الزوجية منتظمة، يعني عملية جماع وعلاقة زوجية منتظمة، يعني الزوج ما بيسافرش بره، ما بيروحش هنا شهرين وشهرين يبقى ايه متقطع، ما بيستخدموش مانع، ما بيستخدموش واقي، الأمور ماشية طبيعي خالص. سن الزوجة مهم جدا ان هو يبقى السن المناسب اللي هو سن التبويض فيه كويس، من سن 21 سنة لغاية سن 35 سنة. لو الأمور دي كلها موجودة عندهم هما الاثنين بنقول عليهم ان هما طبيعيين، يبقى المفروض ان هما ما يقلقوش ولا يفكروا يقولوا مثلا ناخد روشتة او يروحوا لعيادة دكتور نساء قبل سنة او سنتين. ليه؟ يعني قبل السنة او السنتين يعني ممكن مدها لسنتين ما فيش مشكلة واحنا شايفين الامور كويسة، يستنوا ما ياخدوش اي علاج او اي ادوية او يروح للدكتور اصلا للدكتور. ليه؟ لان انا عايزة اقول نقطة. نسبة حدوث الحمل كل شهر بتبقى 20%، من 15 ل 20. يعني معنى كده كل 100 ست بتحصل علاقه زوجيه بيحصل حمل ل 20 بس، طب ال 80 ما بيحملوش. يبقى مش معنى كده ان انا الشهر ده لازم احمل، لا انا ممكن ااجل الشهر اللي بعده، ممكن ما احملش برده، قدامي سنه ممكن افكر فيها ان انا احمل او ما احملش. ليه برده؟ اقول ليه؟ لان المراه ربنا خلقها ليها مبيضين، كل مبيض بيطلع بويضه واحده في الشهر بالتبادل، يعني مش المبيضين بيطلعوا بويضتين، لا واحده مره يمين ومره شمال. طب البويضه دي اما بتنضج تكمل حجمها، تطلع من الحويصله بتاعتها في فتره مكتمله النضج اللي هو بيبقى مقاسها تقريبا 18 مللي ل 22 مللي، تطلع تنزل البويضه تاخد المسار الطبيعي من المبيض تروح لقناه فالوب، تقعد بقى تستنى. فتره حياه البويضه الواحده دي من 8 ساعات ل 48 ساعه، مستنية مين؟ الحيوان المنوي. حصل علاقة زوجية في الفترة دي في اليومين دول، ممكن قوي الحيوان المنوي بياخد مجرى طبيعي، بيطلع على الرحم، بيخش الرحم، يخش قناة فالوب، يقابل البويضة، حصل تخصيب، يبقى كده حصل حمل. الجنين بيطلع بيتكون بينزل في قناة فالوب، ينزل على جدار الرحم يلزق فيه، يبقى حصل ده في حالة ان الحيوان المنوي اصلا حصل وصل بالظبط كده. لكن في ممكن تكون في مشاكل ما توصلش الحيوان، هي دي بقى اللي هنقولها بقى. لكن لو الامور ماشيه طبيعي اللي هو المفروض ان احنا ما نقلقش خالص من تاخر الانجاب، الحيوان المنوي مساره طبيعي، البويضه مسارها طبيعي، الاثنين التقوا ببعض،
بس مش لازم يحصل ده الشهر ده، لان بقول لك ان العلاقه الزوجيه ممكن ما تحصلش في فتره التبويض دي، ممكن يعني كده فتره التبويض مهمه اصلا، مهمه جدا، مهمه جدا للزوجه ان هي بتعرف ان بيحصل لها تبويض امتى وتتابع التبويض بتاعها وتعرف الايام المهمه اللي يحصل فيها جماع. البويضه برضو ايوه، علشان يحصل جماع تحديد ايام الجماع في الفتره دي مهمه قوي. لو هم العلم وان انا انصحهم بحاجه زي دي ان هم يعرفوا ده، هيحصل ان شاء الله باذن الله ما دام ما فيش مشاكل. اذا ما حصلش الشهر ده يبقى الشهر الجاي، يبقى في خلال سنه لسنتين. نسبه حدوث الحمل في السنه الاولى 85%، نسبه حدوث الحمل في السنه الثانيه 95%، طبيعيين جدا، انا بتكلم على ناس طبيعيين. طيب نخش بقى لحته ثانيه، لو هي سنها فوق ال 35 سنه، مش هقول كبيره وعجزت وبتاع، لا، بيبقى المبيض بتاعها بيطلع بويضات، بس كفاءه البويضات بتبدا تقل تدريجيا مع تقدم العمر. نفسها كفاءه، زي ما الست كده في سن معين النضاره بتبدا تقل، برضو البويضه نفس الحكايه. فبالتالي وتاخر الحمل بيحصل، كل ما نتقدم في السن كل ما الحمل بتبقى نسبه تاخره عاليه. طب انا هقول لها استني سنه او سنتين زي الطبيعيين؟ لا، هقول لها على طول استني 6 شهور بس ماكسيموم، وروحي للدكتور النساء عشان يشوف ايه الاسباب وتتابعي التاخر، موضوع تاخر الحمل. طيب لو الزوجه او دخلت قبل الجواز عارفه ان عندها مشكله، عندها مثلا الدوره ما بتجيش، مش منتظمه، عملت عمليات، عندها اورام ليفيه في الرحم فعملت عمليات في الرحم، عندها تكيسات على المبايض فعملت منظار، طب دي عندها مشكله من الاساس، يبقى ما نستناش سنه، لا، يبقى ساعتها بقى نبدا نقول تروح لدكتور على طول، ندور على حل. الزوج نفس الحكايه، عنده مشكله في السائل المنوي عارفها، عمل عمليه دوالي في الخصيه من قبل الجواز او في اول سنه جواز، يبقى دي حاجات بقى زي بنقول ان هي مش القاعده، يبقى بنستثني القاعده ونقول لهم لا، روحوا لدكاتره وابداوا ايه، اعملوا الفحوصات اللازمه. بس فبنقول العلاقه الزوجيه ما دام طبيعيه ما فيش مشاكل والامور ماشيه كويس، الزوجين مع بعض ما فيش استخدام واقي ولا مانع، يستنوا سنتين، من سنه لسنتين قبل ما يروحوا للدكتور. تمام كده. ايه اسباب تاخر الحمل؟ اسباب تاخر الحمل بقى ده تفصيليا بقى قصه بقى. احنا لازم نعرف برضو ان الزوج والزوجة كابلز، يعني اتنين مشتركين في حاجة واحدة، ما نقولش الزوجة هي السبب او الزوج هو السبب، هما الاتنين مشتركين فيه. فانا عندي يعني نسبة الاسباب اللي هي من الزوجة 30% ومن الزوج 30%، واذا ما كانش في عندهم سبب يبقى 30% اللي هو تأخر الحمل الغير معلوم السبب او الغير مسبب. هنيجي الاول نبدأ بالاسباب اللي هي للزوجة، أسباب الزوجة 1 2 3، بس قبلها في عوامل بتساعد على تأخر الإنجاب. عوامل زي عوامل الأكل، المأكولات اللي بتاكلها، الفيتامينات، الرجيم القاسي، السمنة القاسية، السمنة نفسها السمنة عامل مهم جدا، لأن البنت لما بتبقى أوفر ويت أو وزنها زايد، الدهون في جسمها والكوليسترول والحاجات دي، الدهون بتحول اللي هو هرمون النضارة وهرمون الجمال اللي في المبيض نفسه اللي بينشئ البويضة نفسها، بتحوله للتستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة، وبالتالي تلاقيها تخصوبتها ضعيفة وعندها ضعف تبويض، ويبدأ يطلع لها شعر في دقنها وشعر في أماكن معينة، فدي تعمل حاجة اسمها تكيسات وضعف تبويض. تخلي بالها قوي من موضوع اللي هو السمنة. في حاجات تانية زي ما أنا بقولك المأكولات، بعض المأكولات بتؤدي لده. لو جينا قلنا غير العوامل الأسباب، عندك أول حاجة هنبدأ بيها هتروحي للدكتور، الدكتور هيعملك فحص شامل، هيكشف عليكي ويشوفك من تحت لفوق، يعني يخش يشوف الرحم وعنق الرحم ويشوف ده الفحص العادي. نبدأ نشوف أول حاجة المبيض بتاعك، أنت دورتك منتظمة ولا لأ، بتجيلك كل شهر بانتظام في الوقت صح، كم يوم بتقعد عليكي كم يوم. طيب منتظمة يعني إيه؟ يعني المفروض أن الدورة الطبيعية للست بتبقى من 21 يوم 28 ل 28، اقل من كده بتبقى مش طبيعيه قوي، في مشكلة، واكتر من كده بتبقى فيها مشكله. طيب لو الدوره منتظمه وبتجيلها في ميعادها، اعمل لها متابعه تبويض، حاجه اسمها اتابعها بالسونار واكشف عليها واشوف البويضه بتكبر ولا لا، هل بتوصل للحجم الطبيعي بتاعها ولا لا، هشوف
اسباب ممكن يكون مخزون التبويض بتاعها بعمل تحليل معين، ده مهم جدا دلوقتي. ده يعني ما ينفعش مريضه تخش عياده وتقول لي انا بعاني من تاخر الحمل وما اعملهاش التحليل ده. مخزون التبويض ده بيبين لي عدد البويضات قد ايه اللي فاضله لها، هل في ما فيش بويضات، ما فيش مخزون اصلا ولا لا. ممكن البنت يبقى سنها صغير وسبحان الله بيبقى ما عندهاش مخزون تبويض، فبتلاقي اسمها سن الياس المبكر، بريماتور اوفريان فيلير، بتحصل لها عند سن 25 سنه تلاقيها ما فيش، ما بتطلعش بويضات، ما بتحملش بسبب كده. مخزون التبويض كويس، بتابع بقى واشوف كفاءه البويضه بتكبر ولا لا، فده مهم جدا ان انا اتابع ده. عندها ممكن يكون الهرمونات، بعض الهرمونات عاليه شويه او متلخبطه، هرمونات الغده الدرقيه، هرمونات الحليب، هرمون اللبن لما بيبقى عالي ده بيأخر في الحمل برضو. مش المفروض هرمونات الغده الدرقيه بتغذي البويضات؟ بتغذي البويضات. طب لما تبقى ملخبطه؟ كله متصل ببعضه، الغده الدرقيه، الغده النخاميه، بهرمون الحليب. هرمون الحليب مهم جدا لما يكون نازل او لما يكون عالي، اسفه، لما يكون عالي قوي بيأثر على التبويض بتاعها وبيأخر الحمل. بدليل ان الحامل نفسها لما بتولد وبترضع في فترة الرضاعة بيبقى فيه مناعة طبيعية من الرضاعة، لان هرمون الحليب بيبقى عالي وقتها. ماشي. السبب التاني اللي هنتطرق ليه، طب المبيض سليم، مش هبدأ بقى ادي في علاج واقول لها ابر تنشيط وبتاع وهعالجك وكلام من ده، وده بيحصل كتير قوي. تروح شهر شهرين ثلاثة ارقع ادوية وهي اوريدي مبيضها سليم، وسايبين الحاجات التانية، تقعد الست سنة ولا سنتين تاخد أدوية ما فيش حمل بالظبط، وبعدين يرجعوا يكتشفوا أن عندهم مشاكل تانية. إيه المشكلة التانية المهمة قوي؟ المشكلة في قناة فالوب نفسها. وممكن أنا أكون تبويضي كويس والبويضة ماشية كويس، تقف مش لاقية المسار بتاعها الطبيعي، في انسداد في قناة فالوب. إيه أسباب الانسداد بتاع قناة فالوب؟ ممكن تكون عملت عمليات جراحية، بعيد عن الناس، أي عمليات جراحية في البطن بتعمل التصاقات. عندها جالها التهابات مهبلية، التهابات معينة في بطن، طلع التهابات في الحوض سببت انسداد في الأنابيب. التهابات مهمة جدا، عشان كده بنصح على طول المتابعة. لما بيكون في أي التهابات لازم يكون في متابعة مهمة قوي وعلاج عشان ما يحصلش ده. فالأنبوبة لما تبقى مسدودة وفيها التصاقات دي سبب كافي أنها تمنع مسار الحيوان المنوي للبويضة، ما بيخشش قناة فالوب لما وبتمنع مسار البويضة أصلا، ما بتنزلش هتروح فين، فما بيحصلش حمل. فلازم أتابع ده، أعرفه بأن أنا بعمل حاجة اسمها أشعة بالصبغة، بدخل صبغة جوه الرحم وبتمشي في الأنابيب كده، بتشوف لي الأنابيب مسدودة، بتشوف فيه التصاقات في الأنابيب ولا لأ. وفي نفس الوقت ممكن تعالج، لأن الصبغة دي ممكن وأنا بحقنها لو في انسداد بسيط جوه الأنبوبة ممكن يسلكها. طب معنا اتصال تليفوني الأستاذة إسراء من سوهاج. أهلا وسهلا. أهلا أستاذة إسراء. أستاذة إسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذه اسراء، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، انا متزوجه ليا 5 سنين وسني 33 سنه. 33 سنه؟ ايوه، متجوزه ليا 5 سنين. 5 سنين. ايوه، حصل لي حمل في اول سنه من الجهاز، حمل طبيعي وكده، وبعد ما دخل الجنين المرض توقف النزول علي دم، وعملت عمليه تقريب. توقف نزل عليك دم بعد الاجهاض؟ لا، نزل عليه دم لما دخل الجنين النصفي. دخل لا مش 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 سامعه قوي، دخل الجنين النبض. النبض النبض اي اي النبض وقف بتاع الجنين. ايوه، نبض ايوه. وبعد كده الجنين مفيش، وبعد الثلاثين عملت اشعه بالصبغه. عملتي اشعه بالصبغه؟ ايوه، بعد سنتين. يعني انت قعدتي بعد الحمل ده، بعد ما اجهضتي، حصل سنتين ما حصلش فيهم حمل خالص. ايوه، وبعدين عملتي اشعه بالصبغه طلع فيه انسداد؟ لا، ما فيش حاجه كويسه، وبعدها انسدادات. لا، الصوت مش واضح. ممكن تعيدي الكلام تاني يا اسراء؟ الحته الاخيره دي يا اسراء، بس صوتك مش واضح يا حبيبتي. بعدها يعني مش هقدر اجاوب على دي لاني مش عارفه الحته الاخيره هي قصدها ايه، بس ارجع لنا تاني يا استاذه اسراء ونكمل اسباب. معلش، ممكن المكالمه بس الصوت مش واضح. نكمل احنا اسباب اخرى، هم ترجع لنا هي تاني. اهلا.
طيب احنا قلنا دلوقتي الانبوبه لما ما تبقاش سالكه بتبقى سبب من الاسباب يعني انسداد الانبوبه. طب نمره ثلاثة الرحم، ما هو الرحم لما بيبقى عنق، انا عندي الرحم مكون من المهبل، عنق الرحم، الرحم وجدار الرحم، وبعدين قناه فالوب، وبعدين المبايض. فالحيوان المنوي لما هيمشي هيمشي في السكه دي. طب انا عنق الرحم عندي فيه زوايد اللي هي الامراض اللي فيا او رمل فيا بس صغيره اسمها زايده لحميه، زايده لحميه بتسد المكان. طب لو في جدار الرحم فيه التصاقات هيسد، مش هيمنع، هيمنع وصوله. لو في اورام لفية برضو هيمنع. حجم الرحم نفسه برضو اللي يعمل ممكن قوي اثناء التخليق نفسه والتكوين، الرحم بيبقى ضامر او بيبقى صغير قوي، ما بيقدرش يشيل الجنين، ما بيقدرش يعني صغير، ما بيستجيبش كويس. فبالتالي ده بتخش في سكه تانية اللي هي علاجات وابر وهرمونات لفتره سنين يعني لغايه ما حجم الرحم يوصل للطبيعي. فدي اسباب جوه الرحم. وبالنسبه برضو للفطريات اللي بتكون في التهابات، التهابات بقى دي في عنق الرحم، التهابات المهبليه شديده دي، التهابات دي كلها بتاثر لما بنهملها وما بنعالجهاش كويس، بتبدا تزيد، بتقلب بكتيريا فطريات او بكتيريا بتعمل التهابات في الحوض بتاع البطن نفسه، في الحوض نفسه، فبتسبب الالتهابات دي لالتصاقات في الرحم وتسبب الانسداد في الانبوبه. دي مهمه جدا. انا اتصال تاني، هدى من مرسى مطروح. اهلا يا مدام هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اتفضل يا دكتوره. انا متجوزه من 4 سنين. ايوه. السنة الأولى عملت شعب الصدرة، الأنابيب تمام، وأخذت منشطات، وعملت من سنة عملت منظار بطن، وقال لي الدكتور في تضخم في المبيض. أيوة. وعملت منظار، وبقالي يعني دلوقتي سنة بتابع مع الدكتور، دكتور مشهور جدا، يجي المرسى مطروح، وبعمل يعني متابعة، ما حصلش حاجة، باخد منشطات وكده، وهرمون اللبن عندي 35. اخدت برشام معين اللي هو حبتين كده في ازازة، وبعدين اخدت، بعدين ما عملتش اي نتيجة، وبعدين وفي لبن في صدري. وبعدين اخدت برشام تاني اللي هو شريطين كده في علبة. ايوه. وبعدين برضك استمريت عليه 3 شهور وما عملتش حاجة، وعملت تحاليل المخزون مبيض وتمام، وعملت تحاليل الهم اس اس اتش. ايوه، الهرمونات اللي هي الغدة النخامية الاف اس اتش والال اتش. ايوه عملت. طيب طلع كله سليم عندك؟ الهرمونات سليمة؟ الهرمونات سليمة. طيب انا مش عارفه اسم اللي هو التحليل، الغده الدرقيه والغده النخاميه، ما اعرفش اذا كانت عملت ولا لا يعني. الغده الدرقيه برضو مهمه جدا انها تتعمل، ماشي. اللي هو ايه التحليل؟ ايه تحليل التي اس اتش والاف تي اللي هو التي اس اتش ده تحليل برضو مهم، لان هو برضو ليه علاقه بالمبايض. تي اس اتش لا عاملاه، تي اس اتش اللي طلع 0.92 في حاجه. طيب انت سنك كام سنه يا مدام؟ سنك كام سنه؟ سن 24 سنه. 24 سنه، اوكي. طيب معلش، انت بقالك كام سنه ما حصلش حمل؟ اربع سنين. الزوج اخباره ايه؟ تمام، سليم، عمل تحليل ما فيش اي مشاكل فيه، يعني الزوج ما فيش مشاكل. حضرتك تحليل الهرمونات ما فيهاش مشاكل، عملتي اشعه بالصبغه، الانابيب بتاعتك كويسه، تابعتي التبويض مبيضك كويس، مفيش مشاكل. ايوه بتابع كمان تبويض. عندك عملتي شفتي فحصتي عنق الرحم فيه التهابات، في اي مشاكل من تحت ولا حاجه؟ ولا عندي انا طبيعي باخد غسلات معينه ونوع لبوس معين، خدتي علاج اللي هو ينزل افرازات بيضه كده دايما معايا، وبقول للدكتور وبرضك ما بيعمل. ما حصلش يعني حمل، ما حصلش حمل برضه. طيب وباخد منشطات اللي هو برشام معين من ثاني. خدتي حبوب منشطه؟ خدتي حبوب منشطه للمبيض وحقن. وخدتي ابر؟ اوكي. أيوة. عملتي منظار بطن؟ عملت منظار بطن. ما كانش فيه اي حاجه؟ الامور سليمه في منظار البطن؟ كله سليم، كله سليم. وبعمل متابعه تبويض، يقول لي الدكتور بعمل متابعه. تبويضك اخباره ايه؟ تبويضك بعد ما بتاخدي المنشطات، البويضات طالعه ازاي وعددها ايه وحجمها ايه؟ مش عارف، بيقول حاجه و18، مش عارفه هو
حلو حاسس بويضة. حلو حلو تمام. طب ما فيش اي استجابه خالص؟ ما فيش اي استجابه خالص. خدتي الابر والمنشطات دي كام شهر لغايه دلوقتي؟ بقالك قد ايه بتاخدي علاج الابر وال... باخد البروتوكول اللي مع الدكتور باخد شهر وشهر لا وشهر وشهر بتريحي شهر طيب شهر وشهر او كده. طيب اوكي. بالنسبه لحاله المدام هي حاله اللي انا كنت هقولها ان ممكن يكون الزوج ما فيهوش حاجه، الزوجه ما فيهاش حاجه، و30% اللي انا بقولها غير معلوم السبب اسمه حمل، يعني تاخر حمل غير مسبب. ده بيكون بدون سبب، مش عارفين له سبب، بيبقوا الزوجين كويسين بس ما بيلتقوا ببعض، ما فيش اسباب. العلم بقى والطب بيقول لك يعني ممكن يكون ظاهريا ما فيش سبب، بس في حاجات ممكن نكتشفها بالاعراض، بحاجه باعراض معينه تقول ان هو ده السبب. حاجتين طبعا ممكن، حاجه منهم اسمها البطانه المهاجره اللي هي ما تكتشفش، بس هي عملت منظار، المنظار كان هيبين لو في اي اكياس او اي التصاقات او اي حاجه بتقول ان في البطانه المهاجره ممكن تبقى موجوده في بطانه الرحم. ايه هي البطانه المهاجره؟ البطانه المهاجره دي بتبقى خلايا من جدار الرحم، المفروض ان وقت الدوره الشهريه كل شهر دم بينزل، وبينزل معاه الخلايا دي في المسار الطبيعي، لا دي بتطلع بقى عكس المسار وبتمشي تلزق على الانابيب وجوه البطن، جوه تعمل التصاقات وبتعمل مشاكل وبتمنع الحمل. بس بالمنظار مبين ان ما عندهاش حاجه. ممكن نلجا بقى نشوف حاجه تانية نفكر فيها، ممكن حاجه اسمها المناعه، جهاز المناعه اللي هي الاجسام المضاده. اجسام مضاده دي ما بتكتشفش، ما نقدرش نعرفها قوي. الاجسام المضاده دي ان الجسم، جسم الست فيه مناعة طبيعية، لما بيحصل دخول أي ميكروب أي فيروس أي حاجة بتلاقي الجسم بيعمل مناعة ضده، وبيعمل حاجة اسمها أجسام مضادة. كل فيروس المناوية كل فيروس وكل ميكروب في الجسم أو كل ميكروب بيخش بتبقى ليه أجسام مضادة معينة. برضو نفس الحكاية، الجسم هنا المرأة بيحصل جهاز المناعة بتاعها زي هقولك خطأ، مش هقولك مريض، لا خلل أو خطأ، يعني بيشوف الحيوان المنوي اللي داخل ده انه جسم غريب وبيحاربه، فبيجي عامل اجسام مضاده ليه. كان زمان بيعملوا تحليل معين كده بعد الجماع، بياخدوا عينه من الافرازات اللي بتبقى بعد الجماع ويحللوا السائل، الافرازات دي بيطلع فيها اجسام مضاده او لا. بعد كده في تحليل دم معين بيطلع الاجسام المضاده اللي هي ضد الحيوانات المنويه، هل هي موجوده ولا لا. ده ممكن يكون تحليل بيتعمل. في اجسام مضاده بتتكون للجنين نفسه، يعني هي الحمل، اصل الحمل ممكن قوي الست ما تحسش بيه في الاول، بيبقى لسه صغير قوي اول ما بيلزق على جدار الرحم. وبيحصل ان الجسم بيهدمه علشان الاجسام المضاده دي، فينزل ما يلزقش، يجي نازل اللي هو اسمه الحمل الكيميائي. اللي هو بينزل قبل اصلا ما يبان في السونار كده. ربط رحم؟ لا لا لا، ملهاش علاقة. ربط عنق الرحم دي قصة تانية اللي هي الإجهاضات. ده ما يعتبرش إجهاض، ده اسمه حمل كيميائي، يعني يوصل عمره أسبوعين يعني ما فيش حاجة والجسم يهاجمه، فجسم الست بيعتبر إن ده حاجة غريبة فما يخلوش يلزق في جدار الرحم وينزل. فهي ممكن يكون عندها سبب غير معلوم أو ما فيش سبب، ساعتها هتبدأ العلاج، هتقعد فترة تاخد الأدوية دي واستجابة المبايض كويسة وكل حاجة، هتضطر انها تلجا لحاجه من علاجات بقى اللي هي العلاجات المساعده للانجاب، اللي هي بدايه من التلقيح الصناعي، تعمل حاجه اسمها تلقيح صناعي، دي ابسط حاجه للحقن المكهري. تمام. نرجع لاسباب تاخر الحمل بقى يا دكتور. وصلنا للزوج. الزوج والسائل المنوي، وعارفين ان تحليل السائل المنوي بيقول كل حاجه، زي بيورينا ايه بالظبط اللي موجود عند الزوج. فالزوج ممكن تكون عنده مشاكل معينة في التكوين الحيوانات المنوية من الأصل، من التخليق نفسه بتاع الحيوانات المنوية. ده هرمونات وعلاج هرمونات، فبيتعرف بتلاقي مثلا التحليل السائل المنوي ما فيش خالص حيوانات منوية، ما فيش زيرو. طب الزيرو ده هل هو اوريدي في حيوانات منوية ولا ما فيش؟ بيتعمل بقى ياخدوا عينة بيشوفوا اللي هي عمليات اللي هل عندك دوالي ولا لا. لو عنده دوالي ما هي بتعمل انسداد بتخلي الحيوانات المنوية بتبقى موجودة بس ما بتوصلش، فبيبان ان عنده زيرو، فبيعمل عملية الدوالي دي علشان تخلي الحيوانات المنوية ماشية طبيعي او السائل المنوي ماشي طبيعي. فدي عملية كويسة وناجحة، لكن افرض ما فيش خالص، يبقى ده محتاج
قصة أطفال الأنابيب، لو بنخش بناخد عينة من الخصية بتاعته لقينا فيه حيوانات منوية عدد قليل قوي بنلجأ بقى للحقن المجهري. فالزوج ممكن تكون في أسباب بقول لك من التخليق تكوين الحيوانات المنوية، في التهابات ممكن تحصل له تجيله مشاكل في الأمراض معينة بتبقى فيروسات معينة زي مثلا المرض الزهري والسيلان والحاجات التناسلية دي، التهابات عدوى ساعات من المرأة نفسها بتعمل التهابات، التهابات دي بتسد بتعمل انسداد فبتسبب برضو انسداد وبتمنع سريان السائل المنوي أو الحيوان المنوي للمسار الطبيعي بتاعه. إسراء رجعت لنا تاني من سوهاج. سارة اللي في الأول ها؟ أهلا بيك يا سارة. إسراء إسراء السلام عليكم. لا أنا أنا مدام هدى اللي هدى مطروح. أيوة مدام هدى تفضلي. يا دكتورة يعني ما ينفعش لحالتي غير تلحيق صناعي نسيب يعني كل العلاجات اللي أنا بعملها دي أسيبها وأعمل تلحيق صناعي يعني أحسن حاجة لحالتي؟ بصي ما انا بقول هي بدايه ممكن نبدا بالتلقيح الصناعي لان انت الزوج ما عندهوش مشكله وانت ما عندكيش مشكله، فبنقرب المسافات قوي، بنديكي منشط معين بنخلي فيه بويضات، وفي نفس الوقت بناخد السائل المنوي ونحسن الحيوانات المنويه الموجوده فيه بمحلول معين كده وفيتامينات معينه ونيجي ناقلينه جوه رحمك على طول. دي صوره بسيطه جدا ممكن تعمليها. يا دكتوره في حاجه نسيت اقول لحضرتك. اتفضلي. انا يا دكتوره قبل الدوره باسبوع الصدر بتاعي يبدا يتقل، الصدر بيبقى يعني يحصل له حاجات كده. اما هرمون اللبن عندك كان عالي وعالجتيه. ما هو بعد العلاج احنا ما هو الدكتور انت بتقولي هو اداكي اداكي منشطات بس اداكي ادويه لعلاج هرمون الحليب صح؟ أيوه. ولا لا؟ فلما تعالجي هرمون الحليب العالي ده معناها يعني ونعيد التحليل تاني لو الامور ماشيه كويس والتحليل كويس خلاص يبقى انت ما عندكيش مناعه، ما فيش مانع للحمل. فاحنا بنشوف الاسباب كلها ايه هي، فانت ما عندكيش الاسباب الرئيسيه، تبويضك ومخزون التبويض، هرموناتك كويسه، رحمك كويس، ما فيش اورام ليفيه في الرحم، ما فيش حاجه، ما عندكيش حاجه معينه، جدار الرحم اخباره ايه؟ هل في التصاقات جوه جدار الرحم ولا لا؟ هل في زايده لحميه موجوده في عنق الرحم؟ الدكتور المفروض بيفحص الحاجات دي وبيشوفها. ما فيش الرحم نشوف الانابيب، عملتي انت اشعه بالصبغه، عملتي منظار، فانت عملتي كل الفحوصات، انت ماشيه سليم جدا، يعني انت عامله كل الفحوصات المطلوبه اللي احنا بنطلبها والزوج عمل الفحوصات بتاعته. هي دي اللي انا بقول عليها اللي هي ال 30% اللي غير معلومه السبب. بالزبط. دي بنضطر ما نتاخرش كتير برضه عشان سنها ما يكبرش ونلجا نعمل كذا محاوله تلقيح صناعي. ما ينفعش تخش على الحقن المجهري على طول علشان ما تتاخرش في السن، سنها مهم، كل ما يبقى بدري وتعمل كده يبقى عندها محاوله. يعني 24 سنه. فانا بنصحها بقول لها تابعي مع دكتورك وشوفي الخطوه اللي بعدها اذا كان هيعمل لك تلقيح صناعي، واذا ما ينفعش يبقى هيخش في سكه مساعده الانجاب بالحقن المجهري. نرجع تاني اسباب تاخر الحمل. فاحنا قلنا الزوج وقلنا الحيوانات المنويه وان هي اذا فيها مشكله كبيره بالنسبه له، اذا كان في تشوهات في الحيوانات المنويه. بالزبط. اذا كان في مشكله في الحركه، قدرته نفسها على انه يخص بالبويضه، حركه ضعيفه، وايه هي اسباب ده؟ فمن الاسباب دي كمان الاكل، التدخين، الكحوليات والحاجات دي كلها، زي ما انا بقول لك الحراره، تعرض للحراره القويه في الساونا، التعرض الناس معينه بتشتغل في وظائف معينه، السواقه، التريلات الكبيره بيسوقوا مسافات طويله جدا ممكن يتعرضوا ليها، ملابس تايت قوي، السليمي والبنطلونات الجينز دي مش كويسه بالنسبه للخصيه بتاعه الراجل، دي حاجات. وزي ما انا بقول الالتهابات في الخصيه بتأثر عليها وبتأثر على مسار الحيوانات أو السائل المنوي. ده بالنسبة للزوج. طب سليم ما فيهوش حاجة خالص من دي، ما عندوش أي مشكلة لا في هرموناته ولا في خصيته ولا عمل عملية ده ولا أي حاجة، طب إيه السبب بقى يا جماعة؟ أنت سليمة وهو سليم زي ما مدام برضو نفس الحالة عندها. هنقول إن القسم الثالث وده برضو مهم جدا اللي هو غير معلوم السبب. ناخد اتصال تليفوني ونرجع للقسم الثالث. هبه من المغربيه اتفضلي. يا هبه اهلا. يا هبه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. لو سمحتي يا دكتوره، انا واده بقالي سنه واربع شهور
ايوه والجنين قدامي توصل بطني في التاسع. في التاسع؟ في التاسع. فهني اصلا انا اصلا من اصلا عايشه انبوبه، شايله انبوبه. يعني حملتي طبيعي ولا حملتي بمساعده بمنشطات وكلام من ده؟ لا يا دكتور، انا الاول خالص كنت حبله، انا حبلت يعني مسافه، يعني ايه، انا حبلت على طول توأم، وجي برده الجنين مات برده في التاسع، والجنين جه معايا. جيت بعدها على طول بسنه حبلت حمل، كان برده حمل 5 شهور بس كان مشوه نزل. وجي بعدها برده حبلت بعدها يجي 6 شهور، جيت حبلت برضو نزل، ما كانش فيه نبض، كان النبض وقف في الثالث. في الثالث؟ طيب. جيت بعدها حبلت، كان حمل خارج الرحم، كان في الانبوبه الشمال، عملت منظار وحشتها. بعد الحملات دي كلها حملتي حمل خارج الرحم؟ ايوه. وجيت بعدها برضو قعدت 6 شهور ما حصلش حمل، خدت برضو انشطه وكده. حبلت على طول، حبلت على طول يعني، والجنين جه معايا والحمد لله بعد المنشطات. وجيت بعدها انا ركبت الشريط لمده 5 سنين 6 سنين. ماشي. جيت بعدها حفظت الشريط، حبلت على طول. تمام. مسافه ما حفظته حبلت الحمد لله. الحمد لله. يبقى الحمل يعني الحمل الاخير ده اتوفى في بطني. برضه قصه. يعني انا اصلا والده بقالي يجي سنه واربع شهور في الحدود ديت، وما حصلش حمل خالص، وخدت انشطه وخدت ادويه وعملت اشاعه بالصبغه، يعني البتاع اللي عندي كويسه، اللي هي الانبوبه كويس. الثانيه كويسه. كويسه، بس انا بقى مشكلتي انني يعني انني بقى على طول باخد منشط، ويجي تاني شهر بيجي عندي تكيسات كيس كيسين، انا اعمل ايه بقى؟ بيطلع لك اما بتاخدي منشط بيطلع لك اكياس. اكياس ايوه، بعدها بشهر ولا شهرين ولا حاجه. انا برضو افضل ماشيه برضو فتره برضو يعني بالحبوب كده، يعني علشان تنشيف البتاع، تنشيف الاكياس، وارجع تاني. يعني انا قاعد اصلا من رمضان ما خدتش منشط ولا خدت حاجه، وجيت رحت كشفت الشهر ده، جيت للشهر ده رحت كشفت، قالت لي عندك اكياس في عنق الرحم يعني وكده. في عنق الرحم، في المبيض، اكياس في المبيض مش عنق الرحم. ايوه. فهي جت قالت لي ايه، الدكتوره قالت لي خدي شريط منع الحمل ماشيه عليه. ايوه. بس انا دلوقتي انا عملت اشعه بالصبغه وعملت التحليل اللي هو البروتين اللي هو بتاع اللبن، طلع عندي 9.7 حاجه زي كده. تمام، كويس كويس. ويعني بقى طبعا دلوقتي بقى عادي، ممكن احضر. انت سنك كام سنه؟ انا سني 26 سنه 27. 26، يعني لسه صغيره، يعني قدامك وقت ان شاء الله باذن الله تحملي. بس المشكله عندي يعني في الانبوبه اللي انا حيشاها وكده، يعني ما حصلش حمل خالص، وبعدين برضه احنا يعني احنا اصلا على طول علاقه زوجيه على طول، الامور ماشيه كويس. ما انت ما شاء الله بتحملي، هي المشكله مش في مش تاخر انجاب، هي المشكله انك انت بتحملي بس الحمل بتاعك يا اما بيبقى فيه مشكله، يا اما في الفتره الاخيره دي السنه الاخيره ما حملتيش. بس وهاني يعني بقالي سنه ونص اهو، يعني عماله اجري برضه باخد منشط كتير، وعملت تحاليل كتير، وعملت اشعه بالصبغه، ما فيش، وتبويضي جميل جدا يعني جميل، ما فيش اي حاجه. طب هل بدون ما تاخدي منشطات تبويضك كويس؟ بلاش تجربي تاخدي ابر وسيبي البويضه تكبر لوحدها، عشان المنشطات هتعمل لك اكياس. طيب هو الدكتور برضو قال لي برضو كان ايه، انا برضو هتابع معاكي من غير علاج. بالظبط، هو تابع معايا، لا برضو كل بويضه بتخرج وبتكبر في حجمها الطبيعي. طيب. من غير اي علاج؟ مش محتاجه علاج. ماشي. لا مش محتاجه علاج صراحه، في اللي هو في اللي هو ده اللي بقول في بعض الاحيان منشطات ملهاش لازمه انها تاخدها، هي مش محتاجه تاخد علاج، بس المشكله عندها في ان بويضتها بتطلع كويسه، بتطلع من المبيض كويسه بس ما بيحصلش حمل. طب نعمل ايه في حاله زي حاله المدام دي؟ هي عندها مشاكل من قبل كده، مشاكل في الحمل نفسه، ممكن تكون زوج وزوجة قرايب، ممكن تكون مشاكل وراثية، حاجة في الكروموزومات، حاجة بتخلي الجنين ممكن ينزل أو في الشهر الثالث وبعدين يموت في البطن، ممكن تكون عندها مشاكل فيروسات زي فيروس القطط والحاجات دي، بتعمل لها تحاليل معينة. دي قصة قديمة، لكن نيجي للقصة اللي احنا فيها اللي هو موضوعنا النهاردة، اللي هي سنة ونص ما بتحملش بعد آخر حمل. ممكن يكون هي، هل هي عملت ولدت مثلا جنين اللي مات في البطن ولدت قيصري ولا لا؟ هل بعد القيصرية دي بتحصل التصاقات في البطن؟ فهو هي أصلا عندها أنبوبة متشالة، ممكن تكون سد الأنبوبة التانية، فهل الأنبوبة التانية كويسة ولا لا؟ ما فيش التصاقات فيها ولا لا؟ لو هي كانت قالت أن الأنبوبة التانية كويسة وتبويضها بيطلع كويس،
يبقى مش عايزين نأخرها برضو كتير، وتعمل التلقيح الصناعي دي وسيلة كويسة ليها، وإذا ما نفعش ما تطولش كتير وتخش الحقن المجهري. طبعا طبعا عشان تقدم السن برضو يعني. تمام. نكمل اسباب تاخر الحمل برضو. الاسباب بقى الغير تاخر الحمل الغير معلوم السبب. في عندنا زي ما بقول لك حاجات مش عارفينها خلاص يعني من عند ربنا، مش قادرين نعرف ايه السبب. وفي اسباب تانية اللي انا بقول لك، البطانه المهاجره دي سبب من الاسباب. ساعات بتبقى الست او الزوجه بتبقى عارفه اعراضها، يعني لو هي حست بالاعراض دي، الاعراض دي ممكن تؤدينا ان احنا نقول في عندها بطانه مهاجره، اللي هي ممكن تكون الام، بيجي لها الام شديده جدا اول الدوره ما تيجي، وتزيد الالام مع كل يوم للدوره، تزيد مش تقل. بالظبط. الحاجه الثانيه الام اثناء الجماع جامده قوي، ماشي، الام في اسفل البطن. الالام دي مؤشر ليا ان انا اقول ايه، ما دام بصيت لكل حاجه ولقيتها سليمه هعمل حاجه اسمها منظار البطن، هلجا لمنظار البطن، ابص جوه اشوف في ايه، اشوف في هل في اكياس اللي هي بيبقى اكياس الشوكولاته الموجوده بتبقى عامله التصاقات كده موجوده على في البطن نفسها جوه، على الامعاء، على الرحم من بره، على المبايض، على الانابيب. دي معناها ان عندها حاجه اسمها البطانه المهاجره او الاندوميتريوز. ده علاجها اطفال انابيب على طول خلاص. الحاجه الثانيه لو ما لقيناش ده، هو امراض المناعه زي ما انا قلت لحضرتك. امراض المناعه ده عامل اللي هو جهاز المناعه بتاع جسمها بيعمل اجسام مضاده ضد ممكن الحيوانات المنويه او ضد الجنين. فالكلام ده برضو ده عامل بيخليها مش عارفين، وممكن ما نعرفوش برضو. فهنستنى فتره معينه تاخد علاج فيها، علاج محاولات، ما احنا ما اكتشفناش حاجه، لان الزوج سليم، لان الزوجه سليمه، فيش اي مشاكل عندهم، نقول لهم استنوا، استمروا، ما تاخدوش علاج وكملوا شويه، ما فيش حمل، يبقى خلاص، يبقى هنضطر نلجا للحقن المجهري. تمام. معانا غاده من كفر الشيخ، اتفضلي يا غاده. اهلا يا غادة. اهلا يا غادة، اتفضلي. ايوه مع اذنك يا دكتوره، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي. يعني هي توطي التلفزيون بس شوية. ممكن توطي التلفزيون عندك شويه يا غادة؟ طيب. بقالي 6 شهور متجوزه، بقالي 6 شهور قصدي والده. اوكي. ولغايه دلوقتي يعني لسه ما فيش حمل. ايوه. كشفت كذا كشف وعندي التبويض كويس وباخد. بتردعي يا غاده؟ لا، ما البيبي مات. والده طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي، ولدت في اول التاسع، بس كان البيبي كان تعبان شويه. سنك عنده مشاكل في الكليتين. سنك كام سنه يا غاده؟ 18 سنه. واول ما اتجوزتي حصل حمل ولا خدتي شويه علاجات وادويه او اتاخرتي في الحمل؟ لا، حصل من غير ما اكشف اي كشف، بعد شهرين على طول. ما شاء الله. طب كويس، ماشي. وبعدين قعدتي دلوقتي 6 شهور بعد الولاده مفيش حمل. ايوه، مفيش حمل، فانت عايزه تحملي. ده اللي انا بقوله. هي كان يعني، بصي يا غاده، انت كده زي ما انا بقول كانك لسه متجوزه جديد. 6 شهور دي مش فتره كافيه عشان تقولي ان حصل حمل او ما حصلش. انت ما دام انت طبيعيه وجوزك طبيعي وتحليله طبيعي وحصل حمل قبل كده، استني شويه واصبري، ما تاخديش ادويه ومنشطات على الفاضي عشان ما تتعبيش مبيضك، ما تضيعيش مخزون التبويض بتاعك، فاصبري شويه وان شاء الله الحمل هيجي. ربنا يعوضك في الحمل الاولاني، بس ان شاء الله هيجي. استني فتره، لقيتي وانت سنك صغير 18 سنه، لقيتي ان بعد سنه من الحمل الاولاني، سنه بقى زي ما احنا بنقول القاعده، مفيش حمل، هنبدا بقى نعمل فحوصاتنا وتحاليل هرمونات، ونبدا نعمل شوف المبيض بتاعك والتبويض ايه، مش ندي ابر ومنشطات على طول. ماشي ماشي. شكرا لك يا غاده. ومعانا دعاء من الفيوم، اتفضلي يا دعاء. انقطع الاتصال. نكمل يا دكتور. ايوه اتفضل. اسباب تاخر الحمل. احنا كده قلنا الاسباب اللي هي الغير معلومه، وده بنلجا خلاص للحقن المجهري. تمام. ايه هي الفحوصات اللازمه لتاخر الحمل؟
الفحوصات اللازمة لتأخر الحمل بعد ما بتروح الزوجة والزوج للدكتور بيبدأ معهم واحدة واحدة كده، زي ما احنا بنقول أول حاجة متابعة التبويض، ومتابعة التبويض بتبدأ بعد عمل تحاليل هرمونات. أول حاجة بنعملها تحاليل هرمونات. الهرمونات دي اللي هي فين؟ في غدة النخامية اللي هي مسؤولة، اللي هو الـ FSH والـ LH، دول مسؤولين عن إفراز الهرمون الجمال بتاع المرأة اللي هو هرمون الإستروجين الموجود في المبيض. تمام. بيزوده، فهو ده مسؤول عن البويضة وعن خصوبة المبيض وعن جودة وكفاءة البويضة. فده أهم حاجة تحليل هرمونات، هرمونات الغدة الدرقية TSH، هرمونات الحليب مهمة جدا، قبل ده كله الـ AMH اللي هو هرمون مخزون التبويض. دول أهم حاجة بنعملها. طلعت سليمة، أمور كويسة، بنمشي بنعمل حاجة اسمها السونار في العيادة وبنتابع التبويض، بنبص البويضة تكبر بتكبر بتوصل للحجم الطبيعي ولا لا. لما توصل للحجم الطبيعي مش نسيبها كده، لا، نشوف بعدها بعد التبويض بتاع حصل تبويض ولا لا، بيبان بالسونار انفجرت ولا لا. دي أول حاجة. الحاجة التانية بعد تحاليل الهرمونات تحليل السائل المنوي، مهم جدا ان احنا بنمشي متوازيين الزوج والزوجة مع بعض، نعمل تحليل سائل منوي ونشوف أهم ثلاث حاجات: الحركة، العدد، التشوهات. اللي يقول لك اللي زوجه وناس يقول لك لا خلاص دي انتهت، هم الثلاث حاجات دول اللي هيدلونا فيهم مشكله ولا ما فيهمش، في مشكله ولا ما فيش، ولا عملت عمليات قبل كده ولا لا، ممكن تكون عمليه دوالي، عنده دوالي بتسبب تاخر الحمل فبيعمل عمليه وممكن ترجع تاني، فدي بتسبب تاثير على السائل المنوي والعدد والحركه. تمام. طيب الشيء الثالث لازم اشعه بالصبغه. أشعة بالصبغة دي مهمة جدا، لقينا التبويض كويس ومفيش مشاكل نلجأ ان احنا نعمل أشعة بالصبغة على قناة فالوب علشان نشيك على انسداد الأنبوبة، هل مسدودة ولا لا، والمجرى والمسار بتاع الرحم نفسه، جدار الرحم فيه التصاقات ولا لا. تمام. خلاص عملنا أشعة بالصبغة وطلع ما فيهاش حاجة والأنبوبة سليمة، نشوف الرحم، نعمل حاجة اسمها منظار رحمي، منظار رحمي من تحت بقى نشوف اذا كان في، احنا الاول لقينا بصينا كده لقينا في التصاقات، نعمل منظار رحمي ونشيك على الرحم في التصاقات ولا لا، في اورام ليفيه، واذا كان في اورام ليفيه في الرحم نعمل عمليه الاورام الليفيه ونشيلها. فده بالنسبه للايه الفحوصات المهمه اللي احنا بنعملها للزوج وللزوجه، تحاليل وكشف سونار، دول اهم حاجه. وبعدين في الاخر خالص لو ما لقيناش حاجه من ده كله نبدا نروح للايه للمنظار. تمام. ناس بتقول لك في مدارس بتقول لك ابدا منظار وشوف اللي جوه، في ناس تقول لك لا خلاص سيبهم يتعاملوا طبيعي خالص، ما حصلش خش في حقن مجهري، ما تخشش في سكه المنظار دي. بس يعني يمكن انا من المدرسه اللي اقول لك منظار علشان اشوف جوه في ايه، ما هو افرض في بطانه مهاجره ولا حاجه بالظبط، افرض في التصاقات هقدر اسلك شويه الالتصاقات واقصها واظبطها، افرض في لقيت استخدم المنظار مش كتشخيصي برده كعلاج، ان انا بس بتطرق ليها ان المنظار بيستخدم كعلاج لفك الالتصاقات وكعلاج للمبايض لو عندها تكيسات او لو عندها اكياس اشيل الاكياس او اكوي المبيض في حاله اللي هو التثقيب، عمليه التثقيب دي في حاله لو عندها تكيسات على المبيض. فدي اللي هي الفحوصات المهمه جدا اللي احنا بنلجا لها في عمليه تاخر الانجاب. لقينا الامور ماشيه كويس بالنسبه للزوج وزوجه، ما فيش اي حاجه، بنصحهم انهم يمشوا طبيعي، ما يعملوش اي حاجه، برضو باكد على دي لمده سنه، وبعدين يبداوا بقى اذا كان كده نبدا في العلاج الحقن المجهري. تمام. معانا اتصال تليفوني مدام غاده من الفيوم. اتفضلي يا مدام غاده. الو. الو. اهلا مدام غاده. ايوه دكتوره، ممكن اسالك سؤال بس؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. هي الدكتور اللي انا كنت متابعه معاها مدياني نوع برشام كبر جمون، عاوز اعرف ده هرمونات اللبن ولا الايه بالظبط؟ مدياكي ايه؟ برشام، نوع برشام اسمه كبر جمون. لا مش بلاش اسامي الادويه. عيدي الاسم تاني كده يا غدا. بلاش اسامي الادويه في ال تمام. مش سامع اسم البرشام كبر جمال. بلاش اسم ال لا ما ينفعش. تمام. لا يمكن ما اعرفوش. نكمل. اصل ما ينفعش دي دعايه، او هي ما ينفعش اسم الدواء.
معانا. شكرا يا مدام غدا. معانا دعاء. مدام دعاء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مدام دعاء، اتفضلي. اهلا حضرتك. حضرتك انا متجوزه بقالي سنه ونص. ايوه. وعملت يعني تحليل هرمون اللي هو الذكوره طلع عندي عالي قوي. ايوه. هرمون ال طبعا التجويف طلع الموجود عندي ضعيف جدا. اه. وبعد كده خدت دوت الهرمون دوت وبعد كده يعني لسه ما حللتش وكده، فانا كنت عايز اسال بس يعني هو هرمون الذكوره بيأثر على التجويف بيخلي التجويف عندي ضعيف قوي مثلا كده؟ طبعا. وبالتالي مثلا انا عايزه الدواء اللي انا ايه خليه مثلا الهرمون ده يتظبط، وبعد كده اخد مناصفي عشان خاطر الدكتوره بصراحه انا ما خدتش منها قوي. اه. انا كنت عايز افهم يعني مثلا هل هو دلوقتي الموجود عندي ضعيف بسبب الهرمون اللي عايزه عندي دوت؟ ايوه. احنا ليه بنعمل تحاليل؟ ايوه. احنا ليه بنعمل تحاليل الهرمونات في الاول؟ ومن ضمن التحاليل دي تحليل هرمون الانوثه اللي هو الاستروجين، وبنعمل التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره، لان هرمون الذكوره لما بيبقى عالي بيأثر على المبيض البويضه نفسها، بيأثر على كفاءه البويضه نفسها، فبيضعفها. وده بيحصل برضو بيبقى زايد اكتر، بيبقى في حالات تكيسات المبايض برضو ضعف التبويض. فبالتالي ايه العلاج او الدواء اللي احنا بناخده؟ ان احنا بنعالج ده، بناخد ساعات لو انت مش مستعجله حمل ممكن تاخدي حبوب منع حمل، لو انت مستعجله الحمل بتاخدي منشطات وادويه عشان تساعد على تحسين كفاءه البويضات دي وانتاجها، ماشي. لو كان سبب هرمون الذكوره عالي، اذا كان وزنك زايد شويه او حاجه، الوزن الزائد لوحده بيخلي الدهون اللي موجوده في جسمك تحول الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه لهرمون ذكوره، فبالتالي احنا لازم ننصح بانك لازم تخسي. فلو كان ده برضو عندك انصحك انك انت تخسي في الوزن عشان تقللي الهرمون، وتاخدي العلاج المنشطات او متابعه التبويض بالمنشطات عشان يحسن لك المبيض بتاعك. ايه هي الوصايا لحدوث حمل طبيعي للمشاهدين كده؟ ايوه سريعا. الوصايا انا عندي دلوقتي مهمه قوي، الاكل والفيتامينات مهمة جدا جدا. قبل ما نتكلم عن الوصايا، الأكل للزوج والزوجة، الفيتامينات المهمة اللي تتاخد، أوميجا 3 اللي هو زيت السمك أنصحهم بيه، ده مهم جدا جدا في للاتنين، لأن ده بيحسن الخصوبة، بيحسن الحيوانات المنوية، بيحسن البويضات. زيت السمك ده موجود في السمك، موجود في تلاقيه مثلا في البقوليات، موجود في عين الجمل، موجود في الحبوب. مهمة قوي اللي هو مضادات الأكسدة اللي هي أنتي أوكسيدان، دي مهمة جدا بتتاخد، وتلاقي الزوج بيروح لدكتور الذكورة بيكتبها له على طول، لأن هي بتحسن الحيوانات المنوية، بتحسن البويضات. برضو الفيتامين د مهم جدا للزوج، للسيدة قبل الزوج إنها بتاخد الفيتامين د، بيخش في حاجات كتير قوي الفيتامين د، بيخش برضو في التبويض بتاعها. لو لقينا نقص في فيتامين د، مش بس العظم، مش بس العضلات، بيخش بيأثر على الاكتئاب، بيأثر على الحالة النفسية، بيأثر على التبويض بتاع الزوجة. فلازم تهتم برضو بفيتامين د، ونعمل التحليل بتاع فيتامين د مع التحليل بتاعتنا، بيبقى موجود في البيض، موجود في الألبان، موجود في السمك، ماشي. فوليك أسيد اللي هو حمض الفوليك، ده مهم للزوجة قبل الحمل عشان بطانة الرحم، وفي الحمل وأثناء الحمل. شكرا لحضرتك يا دكتور. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في الحلقات اللي جايه من فيش برنامج رشدة كير زون.